وفي كركوك أيضا نظم فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين وقفة تضامنية مع أصحاب محلات خان وقيصرية قيردار بالسوق الكبير الذي تعرض لحادث حريق فجر 19 من الشهر الجاري. وأكد الزميل مروان إبراهيم العاني رئيس اللجنة التحضيرية في فرع كركوك أن الصحفيين فيها بمختلف القوميات والأطياف حضروا هذا المكان ليعلنوا تضامنهم ووقوفهم مع أصحاب محلات هذا الجزء المهم والأصيل من تاريخ كركوك منذ 1883، ويعد من أبرز معالم المحافظة. وناشد باسم الصحفيين في كركوك دولة رئيس الوزراء محمد السوداني رعاية أصحاب المحال والإسراع بتعويضهم وإعادة الحياة للسوق وهذا الجزء الأصيل من ذاكرة أهل كركوك وتاريخها. شو رأيك؟